ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع معنا على الهاتف سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. سعادة الوزير مساء الخير، وبداية يعني لو تطلعنا أيضا إلى أين وصلتم في أعمال مشروع تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات؟ بداية مساكم الله بالخير أنتم والأخوة المشاهدين. بالنسبة إلى المشروع ككل، وصلت نسبة الإنجاز إلى المشروع ككل إلى 57% من الأعمال، لكن هناك عدد من الأجزاء أو المراحل التي سيتم الانتهاء منها إن شاء الله في القريب العاجل. منها على سبيل المثال جسر النويدرات، أعمال الجسر نفسه وصلنا إلى مرحلة متقدمة جدا من الانتهاء، انتهينا من حوالي 96% من أعمال الجسور، ونبدأ وبدأنا في أعمال الجدران الاستنادية وأيضا أعمال الطرق أسفل الجسر، حيث أنه سيتحول هذا الدوار إلى تقاطع بإشارات ضوئية، وإن شاء الله مع نهاية هذا الشهر سوف يتم تحويل مرور إلى أسفل الدوار استعدادا إلى استكمال الجدران الاستنادية اللي هي مطالع الجسر من الشرق وأيضا من الغرب. بالنسبة إلى التقاطع الأحادي الاتجاه الذي سوف ينقل الحركة المرورية من شارع جابر الأحمد الصباح شرقا إلى شارع الملك حمد جنوبا، هذا الجسر أيضا في مرحلة متقدمة، وصل الإنجاز إلى 85%، وبدأنا مؤخرا في أعمال إنشاء الجسور أو الجدران الاستنادية. هذان الجسران إن شاء الله سيكونان المرحلة الأولى من هذا المشروع، والمتوقع إن شاء الله حسب البرنامج أن ينتهي العمل مع نهاية شهر أغسطس القادم وفتحهما إلى حركة المرور، وسيكون هناك انفراجة كبيرة في الحركة المرورية في التقاطع. أما بالنسبة إلى شارع جسر ألبا على تقاطع ألبا الذي سوف ينقل الحركة المرورية من شارع الاستقلال شمالا إلى شارع الملك حمد جنوبا بثلاثة مسارات في كل اتجاه، مع الطريق إلى أو مخرج أو إلى كتف الطريق للطوارئ. هذا الجسر وصلنا إلى 50% من الإنجاز، وأيضا بدأنا أعمال الجدران الاستنادية. حبيت أوضح إلى الأخوة المشاهدين هذا وتيرة العمل على الموقع ازدادت في الفترة الأخيرة بعد أن انتهينا من أعمال التحويلات. التحويلات أجهزة الخدمات من كهرباء وماء وغاز واتصالات في الفترة الأخيرة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر ذات العلاقة، وإحنا في هذه المناسبة أيضا نوجه لهم الشكر الجزيل على تعاونهم. نعم سعادة الوزير، سعادة الوزير أنت ذكرت بأن يعني ذكرت نسب متقدمة حقيقة في 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 أعمال المشروع، ولكن ما هي يعني الفترة الزمنية النهائية المقررة لإتمام هذا المشروع بكامله؟ أي المرحلة الأولى مثل ما ذكرت إن شاء الله بالنسبة إلى افتتاح شارع أو جسر النويدرات والجسر الأحادي الاتجاه سيكون في نهاية شهر أغسطس. أما بالنسبة إلى نهاية أو استكمال المشروع ككل إن شاء الله راح يكون مع الربع الأول من العام القادم. نعم سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.